في النادي الاهلي ويمكن عدد، لكن الحمد لله بيتشافى يعني. محمد محمود داخل، شفنا الفتره احمد الشيخ دخل بشكل كويس، نجمنا كمان عمرو السوليه لاعب كبير وسط الملعب عندنا في النادي النهارده ادى جلستين علاج، جلسه علاج طبيعي، وكمان دخل الجيم ضمن برنامج العلاج اللي بيخضع ليه عمرو السوليه تحت اشراف طبعا الجهاز الطبي بالنادي. وعارفين ان السوليه كان يعني جات له اصابه كده في العضله الاماميه بعدته عن المشاركه طبعا في المران الجماعي للفريق، وبيقوم طبعا بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، وان شاء الله يرجع ان شاء الله بسرعه جدا ويشارك تاني ويتألق بشكل كويس. صحيح عمرو السوليه وحسين الشحات، حسين الشحات زي ما كنا بنتكلم امبارح النهارده يمكن بدأ كمان او بيكمل تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي له في مقر النادي في الجزيره بعد جراحه الفتاء اللي عملها في شهر 6 اللي فات، ودي يمكن اللي ابعدته عن المشاركه في المران الجماعي خلال الفتره اللي فاتت. النهارده كابتن شحات ظهر بشكل كويس وقام بتدريبات منها الجري حوالين الملعب، ده كان على هامش مران الفريق، وبعد التدريب ده خضع لجلسة علاجية وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت برضو إشراف الجهاز الطبي في النادي علشان يجهزه ويعود مرة أخرى للمشاركة، يعني خلاص المشاركة الجماعية مع الفريق، دخول في التدريبات الجماعية.